أولا أنا صراحة فوجئت بما طرح في هذا السؤال، لأن في هذا السؤال كنسمعوا على الجزائر وتونس كونهم أنهم صوتوا تصويت معين، وكأن الجزائر وتونس خاصهم يكونوا قدوة لنا وأنهم هم المثال. كنسمع بأن المجتمع الحقوقي تصدم، واش لأول مرة كيصوت المغرب أم أن المغرب كيصوت المرة الرابعة وقت أن كنت السيدة النائبة أو وزيرة؟ ما عرفتش لماذا ما تصدمتيش في هذاك الوقت، ما عرفتش علاش ما درتيش بيان استنكاري، ما عرفتش علاش ما تكلمتيش بهذه اللغة. كنسمع بأنه كان هناك يعني نداءات، وكانت هناك أيضا توصيات لهيئة الإنصاف والمصالحة، هيئة الإنصاف والمصالحة ما صدرت شيء التوصيات ديالها يلاه بالأمس. كنسمع كاين كذا من أعداد البرلمانيين، كنقول لماذا هاد السادة البرلمانيين في الأغلب المعارضة ما يوضعوا شيء، قاموا اقترح قانون ويعدلوا به القانون الجنائي، وبالتالي الكلمة الأخيرة لهم. أقول لكم أيها السيدات والسادة أن موضوع عقوبة الإعدام هو من المواضيع الإشكالية عالميا كاين إشكاليات، ولذلك إلى مشينا للدول اللي صادقت على الإلغاء الكلي عددها 98 دولة، بينما عندنا 57 دولة باقة مع موقف الإعدام مع التنفيذ. المغرب ضمن 36 دولة اللي باقي محاكمها كتقضي بالإعدام لكن دون تنفيذ. أقول لكم أيها السيدات والسادة أن الحكومة حينما صوتت مع الامتناع لأنها استصحبت الموقف السابق في الحكومة السابقة، ولأن هذه الحكومة ما عندهاش الوقت باش تخوض هذا الموضوع هذا على أهميته. لماذا؟ لأنه ما دام المغرب ما كينفذ شيء، ما دام أن عندنا اليوم ماشي شي حاجة سميتها عقوبة الإعدام، عندنا إشكالية ضمانات المحاكمة العادلة سواء بالنسبة للإنسان اللي تحكم عليه بعام أو لا بشهر أو لا بالمؤبد أو لا بالإعدام، وعدنا الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. لعلمك سيدة النائبة كان في فاس ندوة حول العدالة الجنائية، وكان هناك مجتمع حقوقي منقسم بين رأيين، وكنقول كل المسؤولية أن الأغلبية التي تحدثت في الموضوع كانت مع الإبقاء مع عقوبة الإعدام في فاس، مع إعادة النظر في اللائحة ديال العقوبات المعاقبة على الإعدام، مع إعادة النظر في الضمانات التي ينبغي أن توفر في هذا الموضوع. أؤكد لك السيدة النائبة المحترمة أنني أتفهم البواعث النبيلة لكل من يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، ولكن تأكد أن الموضوع وموضوع إشكالي وموضوع يعني المجتمع منقسم فيه وليس بوسعنا في المغرب. الوقت سيد الوزير. شكرا.